بسم الله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة من وبركاته. سننظر بحول الله تعالى جل جلاله وعما نواله وبعض أسرار في سورة النور. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أمر إلهي بطاعة الخالق ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لا واحد دون الآخر. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اللي فرق بين الاثنين فهو إنسان من اغتال الشياطين عقله وأزالوا أدبه وغيبوا عنه خشية الله وخشية النهاية الكارثية في الدنيا والآخرة. إن فرقنا بين الأمرين فنحن لسنا بمسلمين أبدا. الإسلام لم يأتي لكي يتجزأ، فهو وحدته لأن الله واحد، والله أراد بهذا الدين أن يبقى كما أراد لا كما يريد البشر أو الجن. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. اعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى رحمة العالمين بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا. أين أنتم؟ هذه الحقائق. لحد الآن كثير من يدعون الإسلام لا يعلمون من هو الله ومن هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. الناس انظروا القرآن، حركوا عقولكم، كونوا عندكم حكمة، أروا الله حتى حد يلزم يرضي الوجود. مستحيل. اللهم ليس بمتناول خلقه، الله متعال على خلق جميعا. ولهذا زين لا ترونس التعالي الرباني لا نقاش فيه، اللي يقول بنيمانونس يكون الله يبرز من خلال خلقه، هذا لا يجوز. الله هو الحقيقة وخلقه هم أتباع تلك الحقيقة. ومن أحسن ظن بالله وتأدب مع الخالق سبحانه وتعالى فهو من المحظوظين وانتهى الأمر. واللي يحب يقلب المشامي ويبدل مع ربي اللي كان في نعمة سيبقى بعد القلبان، يبقى في تعاسة دنيوية وأخروية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.